هنا وقت بنقول اللاذقية عنا الفن وأهله فعلا نحن يعني بنحس بكل شارع بكل حارة في عنا فنان في عنا موهبة في عنا فن بكل أحياء مدينة اللاذقية ودائما في ما هيك فعاليات ونشاطات وأمور بنقوم فيها بهي المدينة الرائعة مع فنانينا الرائعين اللي بيكون عندهم هيك الحس الفني بالفطرة حس الشباب يعني كمان يزن خاصة انه نحن عم نشوف بكل يوم عالمي بكل فعالية بكل قصص عم بيكون في عنا نحن المسرح حاضر وموجود بالشباب والكوادر سواء كانوا شباب جامعيين او حتى شباب عندهم هيدي الموهبة وعم بيطوروها اكتر لحتى نحكي اكتر بعرض الهشيم اللي رح يكون عرضه بكرة بعشرة واحد بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بيسعدنا يكون معنا بالاستديو محمد ابراهيم ممثل اهلا وسهلا فيك محمد يسعد صباحك وايضا عبد الوهاب عيان يسعد صباحك عبد يسعد صباحكم يا اهلا صباح الخير بدايه وبدنا نحكي محمد كيف الاستعداد لليله بكره كيف هيك كانت التحضيرات كيف كانت الامور والله الحمد لله كانت كويسه اولا بس ملاحظه هو اليوم العربي للمسرح وليس العالمي العالمي ب 27 اذار والله كانت شوي في صعوبات شوي بال يعني بالتدريبات لانه بدنا نهيئ له يوم مثل يوم المسرح العربي وخاصه انه هو على مستوى سوريا في عروض بكل المدن بس الحمد لله توفقنا يعني كانت الامور جيده رغم صعوبه الظروف يعني المسرح حاليا معاناه المسرح يعني الكل بيعرف انه المسرح اكثر شيء بالفن عنده معاناه من بالمكان بالانتاج بالكذا فبس الحمد لله يعني عن الحب والهوايه والكذا اقدرنا انه نتجاوز هاي الصعوبات ويعني شيء بنحبه فاجباري بدنا نحارب يعني لنخلص له ونوصل له صحيح توفقنا الحمد لله والعرض صار جاهز تقريبا يعني وان شاء الله هلا بكره الجمهور بيكون موجود وان شاء الله نكون عند هي بروفات مكثفه بهيدي الفتره اكيد لك تمام هلا اليوم العربي للمسرح واكيد في تحضيرات قادمه لليوم العالمي رح يكون من قبلكم عبد انت كطالب جامعي كمان اكيد هلا عم تكون بالمسرح وعم تكون موجود بهيدي العروض وعم تقدم حالك لحتى الكل يعرفك وتثبت حالك وهيدي موهبه وهوايه وشيء بيحبه بالاخر شغف عند كل حدا. فخبرنا اكثر عن تفاصيل يعني البروفات كيف عم بتكون عندكم هلا بالتحضيرات لهيدا العرض هلا طبيعي كونه العرض بكره رح تكون بروفات مكثفه حاليا مشان يعني يطلع العرض باحسن صوره يعني جهود كبيره عم تنعمل من الكل يعني من الاستاذ هاشم المخرج العرض ومن كل الطاقم يعني مشان يعني لان هي بالاخير فعاليه يوم المسرح العربي فخلينا نقول انه بيكون هيك في يعني لما تقدمي انت عرض مثلا بيوم مثلا مسرح عربي غير مثلا لما يتقدم بيوم خاص فبيكون لازم يكون في اهتمام اكثر يعني تميز ايوه ايه انه انت عم تقدمي عرض بمناسبه معروفه يعني على مستوى الوطن العربي فان شاء الله نكون عند حسن في مسؤوليه اكثر تماما يعني بكره اثناء العرض كوني انا مثلا خلينا نقول لسه جديد بالمجال وعم هيك لسه عم ارسم خطواتي فانه هيك انحط بهذا المكان انه عم اقدم عرض بيوم المسرح العربي محمد هذا اول عمل لك مسرحي؟ لا في تجارب قبل طيب اذا عبدنا اياك تحكي لنا شوي عن هاي المسرحيه عن شو بتحكي شو تفاصيل هيك معلش تخبرنا شويه التفاصيل عنها هلا العنوان الهشيم يعني يعني من الاسم احيانا اللي بيبين نوع العرض هي بيحكي النص عن فينا نحكي عن ما بعد الحرب او نتائج الحروب يعني عن الظلم العنف الصراعات اللي بتسببها الحرب العرض مكون من اربع شخصيات زوجين وشاب وشخص متسلط اللي هو بيعبر عن الحرب او الظروف اللي عاشيتها العالم بالحرب وكان يعني شو هذا المتسلط بيمثل الحرب بحد ذاتها مع بعدين انعكاسه على الشخص انعكاس هذا الشيء على الشخصيات وكيف الشخصيات عم تعاني وهدف الأسمى ان تدور على الامل ان تهرب من هذا الواقع اللي عايشته بعد ظروف الحرب بعد امراه فقدت ابنها رجل فقد رجولته هالتفاصيل هي العرض بيحكي كل فحواه عن الامل عن انه ممكن نحن انه هو الامل هو الحل الوحيد نحن لحتى نضل ناطرين نطلع من هي الحاله من هذا العنف من هذه الصراعات من هذه المعارك يعني اللي عايشين حاليا مسرح دائما من خلال المواضيع اللي بيختارها بيطرح
قضية وبيلاقي يمكن إلى حد ما بيطرح حلول بالمقابل كمان. محمد بعتقد المسرح هو ما المفروض يطرح حلول، هو ما 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 هدفه طرح الحلول، هو هدفه عرض الأشياء أو تعري هذه الأشياء أو طرحها على الجمهور أو ترك تساؤلات للجمهور عليها. ممكن في أنماط عروض مسرحية محددة ممكن برؤية المخرج إنه يطرح حل بوجهة نظره، بس حسب هو ما كمان ما رسالته إنه يطرح حل يعني. حلو محمد، إذا بدي أسألك يعني كيف لقيت التعامل مع المسرح، وخاصة أنه نحن حاليا يعني بنعرف أنه المسرح هو فكرة شيء سامي جدا ولكن ندر هالفترة هاي، كيف لقيت تعاملك مع المسرح؟ كيف كانت البداية؟ خلينا نقول هلا البداية كانت بالمسرح الجامعي بجامعة تشرين. المسرح خليني أقول يعني غير لي كتير شغلات من شخصيتي، كسر لي كتير حواجز بحياتي، يعني علمني كتير المسرح، يعني تجربة خاصة يعني قد ما حكينا عنها هي ما قادرة توصف إلا الشخص اللي بيوقف على خشبة المسرح، فالمسرح عن جد تجربة خاصة كتير. عبد بكرة الهشيم، يعني هيدا العرض في صعوبة، دورك أنت في يمكن أربع شخصيات، في عبء عليهم، في مسؤولية بدهم يقدموا دورهم، بدهم يقدموا الرسالة اللي عم يحاولوا يوصلوها من خلال هيدا العرض، فخبرنا عن دورك أنت. بصراحة هذا الدور يعني دوري بالهشيم كان يعني من تقريبا من أصعب الشغلات اللي بعملها بالأمور اللي اشتغلتها بالمسرح. ومثل ما حكى محمد يعني ظروف العرض، نحن ما رح نحرق العرض بس بدنا نعرف نحن بشكل عام هو هيك، يعني عم حاول ما أحكي تفاصيل، بس مثل ما حكى محمد إنه العرض في صراعات نفسية، في الشخصيات كلها هي في صراعات بيناتهم، في أمور نفسية صعبة، في ظروف عم نعيشها. هلا هو المسرحية بتنتمي لمدرسة اسمها العبس، فالجمهور يمكن ما يشوف هيك أحداث واضحة وسياق يعني المسرح المتعودين عليه إنه قصة وحبكة ونهاية وكذا، فهي شوي عبثية المسرحية، ممكن يعني يحسوا بالغرابة، يشوفوا أمور غير مفهومة، تترك تساؤلات تماما. يعني هو نحن هدفنا إنه ما في شخص رح يطلع من المسرح إلا وعنده أكثر من تساؤل، إنه مين هدول، ليش هيك عم يصير، شو هاي العرب اللي ناطرينا، شو بدل. فنحن حابين إنه كل شخص ممكن يعني يفهم هذا الشيء من وجهة نظره، من حياته اللي عايشها، من ظروف هو يعني حاسس فيها، فهذا العرض هيك بده يترك تساؤلات يعني. حلو كتير. هلا محمد عبد هو عم يحكي ببداية حديثه عن دوره، عم يحكي هيك شرد يعني مبسوط، قديش حلو هاي العلاقة أو شو أهمية هاي العلاقة ما بين الفنان والمسرح؟ أكيد الأهمية كتير، لأنه خاصة إذا يعني نحن كهواة بإلنا جو خاص، يعني بتحس إنه نحن منحب المسرح منروح فيه للأخير، يعني وقت منعطى دور أو كذا من بالبيت بالبروفا برا البروفا، شعور انت عم تعمل شيء بتحبه، فبدك تضل متعلق بكل تفاصيله، بالبحث عن الشخصيه انت يعني بضل الهاوي له حب خاص يعني للشخصيه وكذا، رغم انه ما أنا سهله خاصه حسب نوع الشخصيه يعني. فهي العلاقه بين الممثل والشخصيه بعتبر انا عند الهاوي هي يعني هي نقطه تحدي، انه انا اوصل الشيء اللي بدي اياه وبينه لهي الشخصيه بكل ابعادها بحيث يفهمني الجمهور ويفهم شو 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 دوري انا بهذا العرض. حلو. دائما نحن بنعرف لما بيكون هو العرض رح يكون لمره واحده او يومين. يومين لمده يومين، دائما اول يوم يمكن بيختلف عن ثاني يوم. تمام. عبد كيف تطور الشخصيه بيكون تتطور حسب ردة فعل الجمهور، او انت ممكن تلاقي انه في ثغرات باول عرض انا رح اتلافاها بالعرض الثاني؟ هلا دائما اول يوم له خصوصيته، كونه يعني بيكون جمهور اكبر وانت لسه ما يعني ما اختبرتي هذا الشعور ردة الفعل. اي تماما، فبيكون اول يوم له خصوصيته، بيكون هيك في اجواء متوتره شوي وكذا. ثاني يوم بجوز يكون حسب، احيانا في عالم ترتاح اكثر، في عالم انه مثلا يا ريتني عملت هيك، في يا ريتني عملت هيك، فبيحاول ثاني يوم انه هو يصلح. بجوز في ناس ممكن انه هي اعتادت على الموضوع، فبجوز ثاني يوم يكون يعني هيك تتراخى شوي، ما يطلع مثلا ما يطلع مثل اول يوم بهالاندفاع والشغف الموجود، فحسب هي بترجع لكل شخص يعني.
محمد وعبد بدي اتمنى لكم كل التوفيق. طبعا هي المسرحيه موجوده راح تنعرض بكره وبعد بكره صحيح؟ تمام. بالمركز الثقافي بمدينه اللاذقيه. بشو بدكم توعدوا الجمهور؟ كلمه منك ومحمد وكلمه من عبد. ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور بهذا العرض، وان شاء الله يعني هدفنا المتعه وبنفس الوقت الرساله اللي توصل للجمهور. انا بدي اشكر وزاره الثقافه ومديريه الثقافه باللاذقيه على استضافه هذا العرض وهذه الاحتفاليه، لان هي عباره عن احتفاليه من 3 أيام او 4 أيام تتضمن عرض مسرحي ويمكن عروض ثانيه موسيقيه او هيك شيء. ان شاء الله نحقق الشيء اللي ببالنا ونكون وصلنا للشيء اللي بالرساله للجمهور. تماما تماما. عبد كمان شو بتقول؟ كمان بتمنى اكيد نقدم عرض يليق بهذا اليوم وبس، يعني بدي اتمنى انه بدنا وعد للي عم يحضرونا حاليا. شو بتوعدون؟ بوعدهم انه نقدم شيء يليق بالمسرح وبيوم المسرح العربي وباسم مديريه الثقافه، واكيد كمان بالتعاون مع نقابه الفنانين، فان شاء الله نقدم عرض يليق بجمهور اللاذقيه كمان. بكره العرض زواق. اي ساعه العرض؟ الساعه 6 مساء. الساعه 6 بالمركز الثقافي. اكيد هي دعوه للكل لحتى يروحوا يحضروا هيدا العرض، وناطرينكم كمان بالفعاليات القادمه والعروض المسرحيه القادمه. شكرا لوجودكم معنا محمد ابراهيم وعبد الوهاب عيان. شكرا لكم. شكرا كثير لكم، وبانتظار فعلا هي المسرحيه. انا من عشاق المسرح صراحه، ودائما المسرح هو صاحب المسج، يعني هو اللي بتاثر فينا، ممكن لانه بيكون في تواصل مباشر ما بين المشاهد والممثل. توصل الرسالة فورا تماماً. بالأحاسيس، بالمشاعر، بكل شيء، يعني بتكون فعلا شيء صادق غير لما بتكون عم تحضر أنت عبر الشاشة. المسرح بضل غير تماما، وما في مجال للإعادة وما في مجال للخطأ، دائما بتكون المشاعر صادقة.